طبعا لان الكثير طالب مني اسوي الحنه العنابي ودايم تسالوني عنه. اليوم راح اقول لكم طريقته ومره بسيطه. راح نحتاج الى حنه يماني او حنه المدينه اللي انتم حابين، كلها حلوه موجوده عند العطار ويكون جديد. طيب، وبعدها راح نحتاج ميزو، بعد موجود عند العطار راح ناخذ منه ملعقه. وهنا راح نحتاج الى شريحه ليمون نعصرها على معجون الحنة، وطبعا راح نحتاج الموية ونعجن الحنة ونتركه لمدة ساعة وبعدها نستخدمه. تخلون على يدينكم بعد ساعة أو ساعة ونص وبعدها تغسلونه. والشيء المهم في الموضوع أنكم بعد ما تغسلون يدينكم تحطون شوي زيت زيتون قبل تغسلونه بالموية، يعني تفتفتون الحنة من اليدين وبعدها تحطون زيت بعدين عاد تغسلونه عادي. الحين غلفتها بتغليفة الطعام وراح اخليها ساعة، بعدها نقدر نستخدمها.